ما هي حقيقة حديث مقاتلي الباكاكا في وادي باليسان خلفان؟ في ليلة الخامس من أيلول تعرضت مفرزة لمسلح الباكاكا في وادي باليسان التابعة لخلفان لضربة جوية تركية بطائرات مسيرة. ومنذ الدقائق الأولى للحادث واجهت وسائل الإعلام الباكاكا كسابق عهده أصابع الاتهام لبشمركة كردستان. فنقلت وسائل الإعلام الباكاكا الحادث وكأن بشمركة كردستان والباردي شنوا هجوما على الجريلا، كما وزعمت بعدها وقوع عدد من الجريلا أسرى بيد قوات البشمركة، غير أن الحادث كان مغايرا تماما. فما الذي حدث في الخامس من أيلول؟ فوفق المعلومات التي حصل عليها موقع دار كامازي من مصادر محلية أن وحدة لمسلح الباكاكا مؤلفة من 5 أشخاص تعرضت لضربة جوية تركية من مقاتلات مسيرة بدون طيار. ومن بين المعلومات الواردة أن وحدة الجريلا انتشرت على القرى الواقعة على الطرق واستخدمت أجهزة لاسلكي صغيرة والجوال، وهكذا رصدت هذه الوحدة من قبل طائرات الاستطلاع والمراقبة. الهجوم الأول أسفر عن مقتل 3 جريلا على الفور، بينما أصيب الآخران بجروح واستطاع التسلل لبساتين ومزارع القرية. أحد الجريلا كان باستطاعته التحدث فاستنجد بأهالي القرية، بينما وضع الثاني كان سيئا للغاية. توجه بيشمركة كردستان لموقع الحادث بعد إعلامهم من قبل أهالي تلك القرى، ونقلوا الجريحين للمستشفى بواسطة سيارات الإسعاف. في الطريق فقد الجريلا ذو الإصابة البليغة حياته، بينما نقل الآخر إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج. غير أن وسائل إعلام الباكاكا شرعت بصناعة الأكاذيب المفبركة وقالت بيشمركة كردستان تطالب بتسليم جرح الجريلا لأنفسهم، وأن الجريلا قاتلوا لئلا يسلموا أنفسهم للبشمركة. فمما يبدو أن الباكاكا تسعى من جديد لخلق فتنة وإثارتها إثر حادث وادي باليسان، وإلا فما الهدف من صناعة الباكاكا لسيناريوهات مفبركة كاذبة حول حادثة لا تملك أي معلومات عنها؟ لأنه لم تندلع أي اشتباكات ومواجهات بين مقاتلي الباكاكا وبشمركة كردستان قطعا. فجميع قروي قرية تاراوا وخاتا التي وقعت فيها هذه الأحداث شاهدوا قيام قوات بشمركة كردستان بإسعاف جرح الجريلا ونقلهم بسيارة الإسعاف. ولهذا فحتى ليلة أمس شن الإعلام التركي هجمات إعلامية شرسة على أقليم كردستان بحجة إسعاف بشمركة كردستان للجريلا والذهاب لنجدتهم. من جانبها أيضا هجمت وسائل إعلام الباكاكا أقليم كردستان والباردي بحجة أن الأخير قدم معلومات استخباراتية للدولة التركية. فليس من قبيل الصفة إطلاق حملة عدوانية شرسة ومشتركة للفاشين الأتراك وأنصار الباكاكا وأذيالها ضد بيشمركة كردستان والبرزاني. فالباكاكا والدولة التركية يحاولان منذ عقود تشويه صورة إقليم كردستان وشيطنته. وما حدث في وادي باليسان بخلفان ما هو إلا تاريخ قديم يعيد نفسه، أي أن جرح الجريلا يستنجدون بالأهالي لإسعافهم ونجدتهم، وبيشمركة كردستان هبوا لنجدتهم وحملوا الجرحى فوق أكتافهم ونقلوهم لسيارة الإسعاف. ولكن للأسف الشديد حرفت الباكاكا حقيقة الحادث المؤلم وخلقت منه فتنة عظيمة. نعم، فالباكاكا تعلم جيدا أن أقليم كردستان لا يستطيع الإدلاء بأية تصريحات رسمية بإنقاذ البيشمركة لجرح الجريلا نتيجة حساسية الوضع السياسي الراهن. نعم، فمن أجل هذه الحقيقة وحدها تعتقد الباكاكا أن الظروف مواتية والفرصة السانحة أمامها لإشعال نار الفتنة. أيا ترى ماذا سيحدث لو رد بيشمركة كردستان على الباكاكا بالمثل، رغم انتهاكات الباكاكا المتكررة وإشعالها لفتيل الفتنة لمرات؟ لم ترد لا حكومة إقليم كردستان ولا قوة بيشمركة كردستان ولا الديمقراطي الكردستاني ولو لمرة واحدة لم يرد بالمثل تجاه هذه الممارسات. بل الحقيقة هي أن بيشمركة كردستان لم يستهدف مقاتلي الباكاكا لغاية اليوم، علما أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استشهد 12 عنصرا من كوكبة بيشمركة كردستان على يد جلدي الباكاكا. فقتلت هذه التنظيمات ويتمت وأفسدت، إلا أن بيشمركة كردستان لم تستهدف أي وحدات للباكاكا. ولو تحركت بيشمركة كردستان ضد الباكاكا فتأكدوا يقينا أن قوات الباكاكا المتواجدة في منطقة بهدينان وغارا ومن بينها قريلان لن تستطيع الحصول على كسرة خبز. فحسب جغرافية المنطقة لو قدم البارتي فعلا إحداثيات ومعلومات مخابراتية لقوات الأتراك وتعاون معها في هجمتها لما بقي جريلا واحد في محيط قضاء أميدي وغارا. والقوة التي تعرف هذه الحقيقة جيدا هي الباكاكا نفسها، لكن رغم هذه الحقيقة تواصل الباكاكا سياساتها المحرفة هذه.
وهناك احتمال كبير أنها ستقوم في الأيام المقبلة بإطلاق حملة عدائية ضد حكومات إقليم كردستان في أوروبا وتركيا وغيرها من المناطق كالعام السابق، وأنها ستردد الشعارات التخوينية المعادية لحكومة الإقليم والباردي على ألسنة المتطرفين والجهل من أنصارها. أيا ترى أين وقع الحادث؟ وقع الحادث بين قرى تارا وخاتا في وادي باليسان. يقع وادي باليسان بين قضاء بينجوين ورانيا حرير وناحية خلفان. تبعد المنطقة 170 كيلومترا هوائيا عن الحدود التركية، ولو تحرك الجريلا أياما لما رأوا جنديا تركيا إطلاقا. وأول سؤال يقفز في البال هو: أيا ترى هل يحارب مسلحو الباكك هنا الدولة التركية أم أنهم هنا من أجل قتال قوات بيشمركة كردستان؟ فالباكك تحاول التمركز في محيط عاصمة كردستان أربيل، وذلك لجلب العساكر الأتراك وجارهم إليها وشرعنة وتبرير توغلهم في قلب إقليم كردستان، ومن ثم الاعتداء على بيشمركة كردستان وكيل الاتهامات بحقهم. نعم، هذه هي حقيقة أحداث الخامس من أيلول في وادي باليسان باختصار.